وهنبدأ مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أجرى اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وده للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، متمنيا له دوام الصحة والعافية. وأعرب ولي العهد السعودي عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، وقال إنه اتصال سيادة الرئيس بيعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية. نروح لخبر تاني من الأخبار الهامة جدا اللي حصلت امبارح، وهو أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إحدى القواعد الجوية، وده كان بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية بالإضافة لعدد من قادة القوات المسلحة. وأكد الفريق أسامة عسكر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام، وده بالطبع علشان تظل القوات الجوية تحديدا دائما الذرع والذراع القوية للقوات المسلحة. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية، وناقش عدداً من الطيارين والأطقم الفنية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة، كما شاهد بياناً عملياً لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها. وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال القوات الجوية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام لتظل القوات الجوية دائما الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. كمان امبارح التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، وده ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة. وخلال اللقاء تم تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد العثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا البلدين. عقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسا الأركان المصري والسوداني،
تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق أول ركن محمد العثمان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، مشيرا إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين. من جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في كافة المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية. زي ما احنا عارفين ان في شهر مارس بنحتفل بيوم الشهيد والمحارب القديم. جمعية المحاربين القدماء نظمت امبارح مهرجان رياضي على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، وده كان بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. وفي نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفريق الفائز. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022، وكمان صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وقصصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022، وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من مارس 2022، وكذلك قبول دفعة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، على أن يتم سحب الملفات اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 من إبريل 2022 وحتى 8 من مايو 2022. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي tagneed.mod.gov.eg. وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15499. زي ما احنا عارفين يعني شهر رمضان قرب خلاص بقى او على الابواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان كده القيادة العامة للقوات المسلحة اصدرت اوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاضافة لجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الاساسية، وده من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة باسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان. كمان قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز 1,000,000 حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم بتصل ل 60% بالمحافظات، وده بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لتقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح. وكانت أهم هذه الأخبار قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ومسألة تفويض وزارة التموين لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، وكمان التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، ده غير نفي الحكومة حدوث أي تغييرات في مسألة قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية. امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، منها قرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر وإقرار حافز إضافي بقيمة 65 جنيه لكل أردب على أسعار توريد القمح المحلي،
وده طبعا في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، والاتفاق ده بيأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة اللي بتجمع الدولة المصرية مع المملكة العربية السعودية. كمان امبارح استعرض مجلس الوزراء تقرير حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً ومعدلات التغيير الأسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا. تم التأكيد في الإطار ده على استمرار وجود مصر ضمن الدول اللي سجلت معدلات منخفضة. وبالنسبة للشائعات اللي تم تداولها امبارح بخصوص صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام أدبي أو علمي في الثانوية العامة، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم العالي واللي نفت كل الكلام ده وقالت إنه غير حقيقي ومفيش أي قرار صدر بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام أدبي أو علمي في الثانوية العامة. وأكدت الوزارة على إن قواعد التنسيق زي ما هي ومفيش فيها أي تغيير.